الجمعة رانا متواجدين بمنطقة شوف الجداد الحي الفوضوي. العملية هذه للتحقق من الإحصاء الأخير اللي كان في سنة 2018. إذن اليوم راهو العملية تمت بمساعدة الدرك الوطني لتطويق المكان، وهذا لغرض لمنع الانتهازيين من الولوج إلى المنطقة. والأمر المهم في هذا إن شاء الله راه يكون الإحصاء الأخير من أجل ترحيل هذا السكان اللي يبلغ العدد تاعهم تقريبا 2000 عائلة. العملية هذه جت بطلب من السيد الوالي الذي وعد الساكنة نهار الأول اللي جاء فيه للصيف، قالوا له راهو حي شوف الجداد، ونشفنا أنا ذا قال سنفتح الملف، والحمد لله راهو قام بفتح الملف وسهر على هذه العملية من بدايتها إلى النقطة اللي رانا فيها الآن. وإن شاء الله بحول الله تعالى يكون الإحصاء وكل إنسان يدي حقه بحول الله، ويخرج الناس إن شاء الله من هذا الحي الفوضوي اللي دام لسنوات طويلة وطويلة. سيد رئيس رئيس بلدية ولاية بلدية الصيف، ما يعني ربما الساكنة راهي تتساءل متى يعني يتم الترحيل، يعني اليوم راهي إحصاء أو تحقق من آخر الإحصاء اللي راهي قريب من 2000 عائلة. الأمر المهم يعني اللي راهم ينتظروا فيه متى يعني راح يكون الترحيل. شوف الأخ المحترم، هذا التحقيق اللي راني نقول لك عليه والتحقق من النتائج، حنا إن شاء الله راهي تكون عملية دراسة الملفات بتأني، وإن شاء الله مباشرة بحول الله تعالى يكون إن شاء الله البدء في عملية الترحيل. يعني تأني واش تقصد بالتأني؟ تأني يعني ماهيش حاجة راح نقول لك تطول بزاف، ومانيش راح نقول لك غدوة، يعني حنا لو طون ديتيدي لي دوسي إن شاء الله، ونتحقوا من النتيجة النهائية إن شاء الله، ونعلنوا على القائمة النهائية بحول الله. السعيدي ربح. وين تسكن سعيدي؟ انا في شوق القداد. من وقت تفشلت؟ انا عندي 27 سنة. ايه، واليوم واش سمعت اليوم؟ ورانا سمعنا الفرح الجديد ان شاء الله، وفرحتونا ان شاء الله، الولاية تاعنا فرحتنا، وماذا بنا ان شاء الله. كيف فرحتكم؟ احكي لي كيف فرحتنا بالصحافة، فرحتنا باللجنة، فرحتنا بالمطر، فرحتنا بكلش، راه خير جانا ان شاء الله خير، ونتمناو الخير. ان شاء الله. وراي دار تاعك الحاج؟ هاي الدار تاعي انا. ان شاء الله تكون حقيقه برك، وان شاء الله وتكون الصح، ان شاء الله نحوسوا على الصح، ان شاء الله ترتب. راهم قداه سنوات وهم يقولوا لنا هانا جايين، هانا نفرحوكم، هانا ما كانش، ظهرت اليوم ان شاء الله، نتمنوا الخير للبلاد ان شاء الله. بصح الحاج لازم يخدموا. لا لا، لازم يعرفوا باللي كاين من اللي يستاهل من اللي ما يستاهلش. لا لا، بيان سور، اللي مدي ما نزيدولوش، حنا انا مع اللي ما عندوش، واللي مدي ماذا بينا حنا كونترو اللي مستفاد. واش رايك في الخدمه اللي داروها اليوم انهم حاصروها؟ كيف سمعت؟ الله يبارك، راه الدرك الشرطه الدرك العسكر راه الله يبارك واقفين بالواجب تاعهم، داروا قايمين بالواجب. واش داروا الحاج؟ واش داروا؟ ها مشاركين والدعوه منا، ما كانش الحركه، اللي ساكن هنا وما يرضوهش جاو، يعني الله يبارك راهي خدمه نظام. لا زرقاء تفضل خويا، تفضل مرحبا بك. اشوف المعاناة. اهلا خويا، عاد شوف في حالة الفوضوي تاعنا، كيف راه حالتنا، هاك تشوف الدعوة تاعنا، هاك تشوف كيف راهي مخدومة الحالة. تفضل، هاك تشوف الواحد، شوف الحالة، شوف لهنا، شوف لهنا، شوف كيف ها. تفضل خويا، مرحبا بك، روح شوف في حالتنا كيف راهي صرفتنا. هاك تشوف المعيشة تاعنا، الأخر بينا عنده 55 سنة. هاي واش من حياة اللي رانا فيها، تشوف من ها. خش أنا، شوف من هنا، شوف شطراها. هاك تشوف الحالة، هاك تشوف الحالة، رميت من فوق تمطر، شوف من هي، أنا معاها وخلاص، نعاني وخلاص،
هذا مزالو منا وين او كانوا دوك يريد انا مزال نساء ها ها باخذ ها انت ها كاينين من اللي جات دويله مع الشيخ وين هذا سي بون سي بون هذا الرئيس ها سي بون بلاصه ها 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 ها